صباحه صباحه يا سيدنا. ايوه هو ده استباحة علي روي. احلى استباحة في الدنيا. تعالى يا صاحبي الدنيا. صباح الخير يا روي. طول يا راشد. صباحه. اصحى يا منطقة لينا، احنا جينا. صباح. قبل يا عم قرايبك. على فين يا اخت القمر؟ عالشغل. انت بتقلي وشك كده يا سليه؟ عايز ايه علي عالصبح؟ بقى الفلوس تكوني. اهلا. شفتها فريق طنطا قدامك ولا ايه يا عسليه؟ متاخره يا علي وعايزه الحق اركب. ازيك يا بنتي يا عسليه؟ تكفوتهم فين؟ صباح الخير يا ام محمد. هتكون فين يعني؟ في البيت. انت هترجع امتى ان شاء الله؟ وانت هتحقق معايا ولا ايه؟ ما ترد يا عادل يا بنت، هترجع امتى؟ حاضر يا حضرة الظبط. اصلا نسيت انك بتحب تعمل نمرتين كل يوم في الشارع. تركبي يا استكول. يوه الله. عسليه ده انا تبقى اركبك ميكروباص. لا اله الا الله، وانت هتفضلوا ماشيين كده ورايا؟ قلت لك هفضل معاكي لغايه ما اركبك. واطرحها فين؟ اكتوبر. طب ما اكتوبر دي سهله. خد 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 خد. اسعد يابا. ام علي. راشد. يلا. انجز. بس البرنامج. سلام. سلام. خلاص يا ابو جريتها عندي. خلاص. خلاص يا ست البنات. تمسك اجرتها. خلاص عم علي روي، خلاص الاجره عنده. علي روي ما يدفعليش اجره. تاخدها ولا انزل؟ خلاص يا ست البنات احفظك. اتفضل. ده عينه مني وده عينه مني. الله يا ازرقاتة. يا وحشني الوتد. ادخل يا اخوي. الله. بقالك 3 ايام غطسان فيه، مالكش حد تسال عليه؟ انا ماليش في الدنيا غير حد واحد بس. لا الله، ابن عمك واقف. هي شقاوة وقلة قيمة. صاحبي ومني وابن عمي، وانا ابن عمي على الغريب. ضربة في قلبك. انا بقيت غريبة دلوقتي. بيهزر ستوب، احنا ما استغناش برضه. ازيك يا راشد؟ ازيك ست الكل؟ بركة انك جيت. مالك؟ انا على لحم دماغي الصبح بقالي 3 ايام. 3 ايام؟ ده انا من يومين عامل معاك الصح ومشربك سيجاره منسيكي اهلك. جرى ايه يا علي؟ انت بتعد عليا ولا ايه؟ بلعبك يا توتو بلعبك. اسمعي، عايزين كوبايتين شاي وانا هظبط لك زغروفي وانوينك. ايوه. ايوه. عمر. احنا بقينا بكام النهارده؟ 7 استمارات. يعني 700 جنيه وقلبتين اجنبي 50 جنيه و20 فطار و10 قهوه يتبقى كام؟ 600. احلى 600. دي 200 اللي عليك نبقى خالصين. تمام كده؟ تمام. خد رول لي بقى عشان نتكيف. طب بقول لك ايه؟ ما اتكل انا على الله واثق براحتك. لا نتكيف ونشرب كوبايتين شاي وبراحتنا برضه. الو
هلو الو كان اي سبيك تو سوا بليز؟ ايه ده؟ انت بتورتن؟ يا سالي يا سالي يا سالي، في واحد بيورتن على التليفون مش عارفه اعمل معاه ايه. يا سالي يلا عاوز اروح احضر الاكل. مش عارفه ارد عليه، مش فاهمه حاجه منه خالص. الو هلو يس سير اي وونت تو سبيك تو سوها بليز. نو مدام نوت هير. وين شي از جوينج تو بي باك؟ شي ويل بي ات هوم افتر 2 hours. اوكي كان يو تيل هير ذات اي فوند هير. هو سبيكينج بليز؟ اتس مستر جو. مستر جو هو ار يو؟ ذس از سالي هير سيرفنت. اوكي ديير بليز دونت فورجيت تو تيل هير. اوكي اتس ارجنت. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sally. Sally, I want the blue formal suit. Hard. And he blue for you. And the blue one. معلش حبيبي حقك عليا جوعتك. لا يا ابني كان الله في عونك، كفايه انك واقف على رجليك طول النهار في الشغل وبعدين تيجي من الشغل على المطبخ عشان تعمل لي لقمه كلها. ما انا عندي اغلى منك، اعمل لك بقى شويه كبده اسكندراني تاكلهم وننزل نتجوزك على طول. مش لما نجوزك انت الاول؟ هتجوز هنروح فين يعني؟ بسم الله. قول لي عامل ايه في العماره اللي في ايدك؟ والله يا حاجه شغلانه زي الفل وقرفتها زي العسل. منك بس راضي عني، والناس صحاب الشغل حلوين قوي زي الفل. ادوني عربون 2000 جنيه استفدت معاهم بقى، لازم افك الشغل بتاع الكهرباء العويل اللي كان قبلي ده. حته ود ولا عنده ضمير ولا يفهم في الشغلانه، ما اتكهربش في باريزه قبل كده والله العظيم. بس هنعمل ايه بقى؟ هو مش تربيت لسه جميل الكهرباء؟ انت بتجاملني يعني؟ ربنا يبارك فيك يا ابني ويرزقك. الو عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ وحشتيني. على ميعادنا طبعا. تناوي تزوغي ولا ايه؟ لا انا قاعد بتعشى مع الحاج وشويه غنيه. ماشي يلا مع السلامه. ايه؟ انت خارج؟ انت يعني مش سامع؟ عليك يا راجل. مش سامع؟ ما انت عارف اني خارج. ربنا يهنيك يا ابني. وهتجيبها لي امتى؟ تظهر بس على ابنك، الصبر جميل يا عم جميل. انت عارف انك بيحب يتأنى. ليه؟ خير البر عاجله. اذا كانت حلوه وعجباك وشبهنا كده يعني، يلا اتكل على الله وربنا يوفقك. حاضر يا باشا، حاضر. حاضر يا كبرنا. تشرب شاي؟ اشرب شاي بس كده. خلص اكل واعمل لنا الشاي. مش دلوقتي يعني؟ ايوه. ماشي. الشاي الاخضر يا مدام. ثانك يو يا سالي. تأمريني بحاجة قبل ما أمشي؟ لا يا حبيبتي. فيكي إيه من دول؟ متغيرة كده و... فيكي حاجة؟ Are you in love؟ لا love إيه بس؟ مفيش الكلام ده. أنت هتتكسفي ولا إيه؟ وبعدين حتى لو إن you're in love مش هتعرفي تخبي. It's showing, you can't hide it. You're glowing. إيه؟ إيه glowing دي؟ أنا بقالي 5 سنين هنا أول مرة أسمعها. Glowing يا سالي، يعني you're shining، تلمعي. مالمة؟ حبيبتي من جوه طالع على بره. بص حضرتك زي ما انت عارفه انا من منطقه شعبيه، والناس اللي زيك بيعرفوا احوال الناس من غير ما يشوفوهم. احنا عندنا بنقول عليهم تقولوا عليهم ايه؟ بنقول عليهم مخاويين. يا شيخه طيب روحي هاتي المحفظه. اتفضلي. ثانك يو.
ايه دول يا هان؟ دول كادو مني عشان انا I love people who are in love. شكرا يا هان، والله مغرقاني بكرمك. بقول لك ايه، our life is short okay، هنقابل ناس كتير وهنعرف ناس كتير بس مش هنحب ناس كتير. So if you're in love وهو مخليكي مبسوطة ومش على بعضك كده يعني، امسكي فيه okay. حاضر حاضر همسك فيه. تأمريني بحاجة قبل ما امشي؟ صباح على خير يا مدام. Good night حبيبتي، شوفك بكرة. Good night. ايه سلامته الوحش؟ اسكت يا اخويا، دي بقت حاره لا فيها نخوه ولا جدعنه. وبعدين بقى فيله القيمه دي؟ ربنا يستر علينا، انا مش صعبان عليا في الليله دي كلها غير البت عسليه مبطوطه في النجاسه اوانطه. تسلم الايادة كبير. عسل شكرا. تحب شطة؟ ها؟ لا أنا من غير شطة. بس بقى ست زي ما بقولك، أنا راجل كسيب وصنعتي مكفية وأقدر منها أفتح بيت. طب وأنا مالي؟ طب بقولك يا بنت، أنا عايز أعيش معاك. تعيش معايا إزاي يعني؟ أعيش معاك إزاي إيه؟ عايزك حلال يا بنت. إيه؟ كده السكوت علامة الرضا؟ حسن في حاجات كتير لازم تعرفها عشان نبقى على بياض من الاول. انا عايشه مع فتون اختي الكبيره ولوحدينا، زي ما انت عارف انا بخدم عند مدام سهى بقالي 5 سنين في الفيلا، بس انا معايا اعداديه. تعرف ان انا كنت جايبه مجموعه 98 وكنت الاولى على المنطقه كلها. كان نفسي ابقى دكتوره، دكتوره كبد عشان اعالج ابويا وامي الله يرحمه. بس اختي فتون بقى الله يسامح خرجتني من المدرسه وقالت لي ان انا لازم اشتغل واصرف على نفسي عشان هي مش عايزه تصرف عليا وحقها. الواحد ما بياخدش من الدنيا غير نصيب. بس تعرف يا حسن لو سمعتني وانا بتكلم انجليزي والله لا تقول عليا دكتوره. بس يا مدام سهى وابنها ما بيكلموش غير انجليزي وانا كان لازم اجاريهم. تعرف ان هي بتقول عليا ان انا اشطر واحده شافتها في حياتها. تتجوزيني ولا لا؟ حسن في حاجه مهمه انا ما ينفعش اخبيها عنك. مالك يا حسن؟ انا والله العظيم عمري ما عملت الغلط. بس فتون ما يهمنيش غيرك، مش عايز في الدنيا دي كلها حد غيرك. انت بتاعتي هتشوفي. ايه ده؟ يا باشا يسمع تعرف. طب قول ايه الاسم يا باشا؟ لا اله الا الله. طب كنت كلمتوني انا كنت قلت لكم يا باشا والله خطوه عزيزه. يا باشا بس عفو تيجي معايا عزمه دي؟ بس بقى كان على هناك. اي يا بنت انت حاسبي يا بنت يا عميه يلا غوري.
والنبي كده تخليكوا زي ما انتوا. هلا 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 هلا، انا بقى هجيب لكم شجره واجيب لكم اتنين ليمون، ايه رايكم تحضنها بقى يا اخويا كده بالمره؟ يا ستي في ايه؟ مفيش حاجه حصلت لكل ده، ده عيله صغيره خبطتها. في ايه؟ عيله صغيره خبطتها ولا طول؟ وانتي بقى ما تتلمي بقى وتبطلي السهوته والكهن اللي انتي فيه ده. ربنا يسامحك. هيسامحني يا اخي؟ لكن هيسامحك انتوا بقى ازاي؟ قصدك ايه يا فتحية؟ قصدي الأمان اللي انت ملبسها للحارة كلها، وكل شوية راجل داخل وراجل خارج، انت واختك الشمال. انت قليلة الأدب يا فتحية. أنا قليلة الأدب يا فتحية. علي ما تصحى يا راجل، يا خرابي ده انت مش نايم، انت مغمى عليك. ما تصحى يا علي، في خناقة بره. يا بنتي يا فتون، الحقي اختك عسليه بتتخانق في الشارع اللي ورانا. يا نهار اسود، ايه عسليه؟ حاسي انتي بقى، انتي ايه موتيها ولا ايه؟ بس ده كهن النسوان اللي عارفاه. البت يا مميدو، البت ده كهن النسوان. اسف البت يا مفتون، روحي اوعي غلط، اوعي يا اوعي. يا وهتبقى مراتي، واللي هيبص لها بعين اغزاله الاثنين، ورحمه ابويا المطوه دي لو اتفتحت تاني ما هتتقفل الا لما تتصفر بوشوشكم. يلا مات الكلام. يلا 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 عليك هو. يلا رشد، الحكومة قفشته في اسلوب الله. خد المحامي حسام اسباني وانا هحصلك. يلا وش انا اسمر جوا. اخيرا اتجوزت، ما بقاش ناقصني حاجة، حدش له كلمة. استغفر الله العظيم. مالك يا بيت؟ مش هتقولي لي مبروك؟ مبروك؟ مبروك على ايه؟ على الجرصة؟ هو انت ما بتحسيش؟ حلك حيل، هو جواز جرصة ده مجرم ومش بعيد يكون مسجل. هو مين ده اللي مسجل يا بنت؟ هو عشان فرقع له بقين فاضيين قدام الخلق. يا فتون النسوان وانا داخله الشارع بيمضغوا في سيرتنا. منك لله اللي عملتيه في نفسك وفيا. يا اختي انت هتعملي لي فيها هماسل؟ ما انا خلاص هتجوز، وبعد الجواز يا حبيبتي كله بيتمسح بقاستك. جواز؟ وانت ايه اللي يضمن لك ان الشملول بتاعك ده هيتجوزك؟ الا علي. علي ده سيدي الرجاله، لما يقول كلمه ينفذها. ده بلطجي يا فتون، بلطجي ونصاب. بحبه بجد وملكيش فيه. طب وانا؟ انا لو جالي راجل محترم عايز اتجوزني ازاي وانا جوز اختي بلطجي؟ وانت هيجيلك منين المحترم يا روح امك؟ يا بنت ده انت خدامه. يلا ازيك يا متولي؟ ازيك يا متولي؟ طيب مساء الخير يا باشا. اهلا يا استاذ حسام. امر هو راشد وبالعيله ممسوك في ايه؟ بيبيع ورق مضروب قدام وزاره الصحه للناس اللي داخله تعمل تحاليل، وكان معاه واد اسمه علي. الاستاذ اللي قاعد هناك ده واحد من اللي اتنصب عليه وعوره بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني مفيش شهود؟ لا مفيش شهود. خلاص يتنازل ونمشيها صلح. اهو عندك اهو، اقنعه بقى. تسلم يا باشا. حسام المهداوي المحامي، الف سلامه. بقول لك ايه، ما تيجي بره الياسر يتكلم كلمتين. كلام ايه؟ انا ما عنديش كلام، انا اللي عندي قلته في المحضر. تعالى يا صاحبي سلامتك، بس معلش. تعالى الف سلامه. معلش ايه اللي حصل ده؟ دل على السلامه يا صاحبي.
خبر ابيض، ايه اللي حصل ده؟ خش خد سيجار. ما بدخنش. الله ليه كده؟ بص يا ابن الناس، انت شكلك غلبان ومش بتاع مشاكل، وانا عايز انصحك لوجه الله. ايه ده؟ دي ال 100 جنيه اللي خدناها منك الصبح، هتدخل القسم وتتنازل عن المحضر بالساهل، مفهوم؟ انتوا مخرجيني عشان تهددوني بره باب القسم؟ لا 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 سمح الله، احنا ما بنهددش حد. ولا هشقك نصين لو ما نفذتش الكلام بالحرف. قبل ما تفكر شوف بتعامل مع مين. خد بالك ده عيال عوا ما بتفرقش معاهم. انا ممكن اعمل محضر تاني واقول ان انتوا بتهددوني. اسمع اللي جوه ده لو ما باتش الليله دي في بيته هزعلك وزعل امك عليك، فاهم؟ يا ابن الناس دي جدعان، اكسبهم بدل ما يحطوا عليك. يا ناس انا اتضربت واتبهدلت واتعورت وكمان عايزين نتنزل عن المحضر، ده حرام. معلش يا صاحبي معلش، الحمد لله على السلامه. يلا خد ال 100 جنيه. يلا يلا يا حبيبي يلا يلا يلا. الحمد لله على سلامتك. ده شطان. تعالى بس تعالى 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 يا صاحبي تعالى. الحمد لله على السلامه. يلا تعالي اوريك الحاج الكبير. مالك مكسوفة ليه؟ خش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا حاج. منا ومنكم يا ولدي. أهلا أهلا أهلا. إزيك يابا؟ الحمد لله. بس انتي زي القمر. يا سلام، عرفت اني راجل يا طيب انها زي القمر. من صوتها يا ولا. ما هو في حاجتين يطلوا على الروح، العين والصوت. وانا ربنا اخد مني نعمة النظر لكن بشوف بقلبي، وانتي صوتك طيب. ربنا يسعدك يابا، كلامك حلو. طب قوم يا حاج، مش خلص يا صلاة؟ تعالى يلا. لا مؤاخذة، لو النبي يخليك. شفت مالكش دعوة انت، قوم اعمل لنا شاي وتعال. الله، انت نسيت الحسن ابنك يا حاج. خلاص كده من لاقي احبابه ده، انا ايدك ورجلك. انت الخير والبركه، ربنا يخليك ليا. يلا قوم اعمل لك الشاي. حاضر. اتفضل يابا اتفضل. الواد الحسن ده طيب وقلبه ابيض. ما انا عرفت دلوقتي هو طالع لمين. قولي لي بقى، هتتجوزيه ولا لسه بتفكري؟ دي احلى حاجه في الدنيا للواحده انها تلاقي اب زيك بتاع ربنا، وواحد زي الحسن يصونها ويحابي عليها. يبقى على بركه الله وما تقلقيش. ما قلقش ازاي بقى انا؟ ما تقلقيش، اصل ربنا خلقنا في الدنيا دي وفي حاجات مفروضه علينا وحاجات تانية احنا اللي بنختارها، لكن اللي مننا ما بنختارهمش. وما تسأليش نفسك على حاجات انت مالكيش يد فيها. ربنا يطمن قلبك يابا. عارفة لما تيجي تقعدي معانا هنا هحكي لك كل يوم حكاية. حكاية؟ اصل الدنيا دي مليانة حكاوي، حكاوي تشرح القلب وحكاوي تغم وحكاوي حزينة وحكاوي عجيبة وحكاوي عادية. يا ترى حكايتها تبقى عاملة ازاي؟ الحمد لله على السلامة يا راشد. الله يسلمك يا علو. كفارة. عشت يا غالي. الحمد لله على السلامة، كل حاجة بس تعالى ناحيتي. بجد يا علي أنت مش هتجيب لي أوضة نوم جديدة؟ إيه يا تونة؟ أنت عايزاني أغير الأوضة اللي شافت أحلى أيام عمرنا؟ أمال عايزني أنام على أوضة نوم قديمة؟ لا، ملاية جديدة. أعمل حسابك في ملاية جديدة عشان أنا وأشفر مستني النقطة. صح. نقطة؟ وهي النقطة دي هتطلع قد إيه يعني؟ 10,000 جنيه. إيه؟ قولي 20، ده فرح علي روي. والنبي. أو ربنا. ابو هناء معزوم. معزوم؟ انت هتعزم في الفرح تاجر مخدرات. وماله؟ خلينا اقعد بفرش، خليها تقلب دماغها. لا وامانه ربنا كمان ابو هناء عم الجدعان. كمان. مساء الخير عليك. مساء
النور والجمال والهنا. واحنا متخانقين امبارح وعاملين فضيحه، اجي الاقي البارتيتا منصوبه هي هي. مالك يا عسليه؟ اعتبريني جوز اختك خلاص. لما يبقى يحصل يا علي. يا جدعان احنا بيتقفل علينا النور بذوق اللي ايه؟ جرى ايه؟ ده انا فرحي خلاص يوم الخميس اللي بعد اللي جاي يا بنت ابويا. اللي اقول لي يا علي، وانت صحيح لقيت شغل زي ما فتون يعني بتقول؟ ولا هتضم عليها والبس انا الليله؟ السؤال ده تساليه لاهلك الله يرحمهم. اشتغلت انا ولا ما اشتغلتش؟ خليكي في حالك احسن لك. بتروقي كده يا ست البنات، وتعالي نشوف هنرتب ايه لفرح اختك، ومين عارف يمكن الفرح يبقى فرحين. فرحين؟ ليه؟ هو انت فاكر ان انا ممكن اتجوزك انت يا راشد؟ وماله يعني مش قد المقام؟ مش قد المقام. بس انا ما قلتلكش، انا يوم ما اقول يا جواز لازم يبقى راجل، راجل كسيب مش بلطجي. يا نهار ابيض، طلعت حرقه قوي يا جدعان، شكلها هي الونش مش انا. يا عم ايه ده، انا مديك 100. لا هم 50 بس. 100 ايه؟ انت هتنصب عليا. مديك 100 والناس شهاده، انت مجنون ولا ايه؟ خلاص يا بيه خلاص. فين يا بيت انت؟ شوف النصب. خلاص يا استاذ، خلاص يا بيه، خلاص يا بيه، خلاص يا باشا. هات الناس صغار، غيروا الصنف بقى واستنضفوا. هات الناس صغار عندك. حاجة عجبتك؟ بصراحة أنا عايزة خاتم حلو قوي، يعني من الآخر كده مفيش زيه. لمين؟ لواحد. حبيبي؟ لا حبيبي إيه، ده خطيبي. ها تقدري تقولي لي هو عنده كام سنة؟ كام سنة إشمعنى؟ عايزة أعرف اتولد إمتى وفي شهر كام؟ هو اتولد في شهر 11 زي.
قبل بثلاث ايام يوم 18. انت عقرب؟ ايه عقرب ده؟ لا انا ماليش في الكلام ده. ثواني. 11 11 11 11 كده؟ انت لسه هتقرا؟ لا يا تمام. يبقى ناقص تقولي لي حاجه واحده. ايه بقى؟ اتولد الصبح ولا بالليل؟ لا دي معرفهاش، معلش عدي لي دي. اسمعي كلامي، اتصلي بيه واساليه من غير ما تقولي له على الهديه. ماشي هسألوش ليه. الو الو، عامله ايه؟ انا كويسه. خدي يا حلمي، خدي السلك. لسه ما روحتيش؟ لا لسه ما روحتش يا بنت. قلت لك اوعي روحي بقى. بقول لك ايه، هسألك سؤال وتجاوبني عليه ونتكلم بعدين، ماشي؟ انت اتولدت الصبح ولا بالليل؟ لا مش هقول. قول لي بس. لا خلاص خلاص. اتولدت الفجر يا ستي. فجر؟ خلاص مش دلوقتي، قلت لك بعدين. يلا سلام بقى. سلام. تمام. ما قلتليش اسم خطيبك ايه؟ اسمه الحسن. الحسن، يا سلام، الله اكبر، ما شاء الله يا الحسن. بص يا ستي، انا محضر لك حاجه تستاهل انك انت تهدي بيها. اتفرجي بقى. ايوه يا فتون. ايوه يا بنت، انت فين؟ عايزه مني ايه دلوقتي؟ انجزي عشان الفرح. لسه الساعه 4 يا فتون، الفرح مش هيدور قبل 8. بسرعه يا بنت. لا ماشي حبيبتي، الف مبروك، الف الف مبروك. سلام بقى. سلام. بصي بقى، الخاتم ده فيه حجر كريم بيألف بين الأحباب لغاية الممات. ده حلو قوي. هو مش غالي قوي، بس صنعته متكلفة. كل بلد وليها شيخ، إلا ملاوي على وليها سلطان. يا كبير قوي المعلم راشد الفول، فرحة عم الليلة.
بلوم نفسي وتعب روي ويايا عشان مش راضي على نفسي يا روي ومش شايل هاجو ايدينا فوق اسمع ولابس وشي مش وشي يشوفني في كل جبل واقف عامل اني ما بخافش لكن دايما بكون خايف صحيح البخت جاتني ومات وديني كمان ما وكل يوم بكون على حال اعمل ايه تعالى يا حسن هعرفك على اختي فتون يا فتون تعالى يا علي علي جوز اختي الحسن تعالى يا رحبا تعالى ايه علي يا فتون تعالي الحسن يا فتون فتون اختي اهلا يا اخويا يا حبيبتي مالوش في الكلام ده هتقعد شويه كده وتشرب لك جوز اختي لك مالوش في الكلام ده هو جاي يبارك نمشي على طول يبارك فيك يلا يا حسن تعالى عايش في الدنيا دي سكة وعايش فيها على تكة بداري القاها بالضحكة أخذ ليه لصالح بقاله كتير عايش فيها على تكة ركز معايا هاني ربنا ويحرمني يا حسن ما تتصورش أنا مبسوطة قد إيه بمديتك دي بقولك إيه؟ مين الواد الرشاش اللي كان بيرقص جوه ده عيل مبرش ملوش أي لازمة تلاقيه مش داري باللي بيعمله يبقى ابن عم العريس والغل اللي كان في عينه ده وسند ورشاشات الواد حاش نفسه عني بالعافيه ده كل اللي في الفرح ما اداهمنيش انا كنت عايزه استاذنك اروح ابات بره النهارده عند ام ميزو يعني عشان اسيب العرسان بنت الدخله وكده انا تكره ولا عايزه حاجه لا مع الف سنه ايه ايه لا عايزه حاجه طبعا افتكرت انا جبت لك ده هديه حلو؟ ما ينفعش تجيبي حاجة مطيبة يعني حلو من الآخر ده بقى ما يتقلعش من إيدك خالص مفهوم؟ لا عايزة سلامتك محمد رسول الله استنى تليفون مع ألف سلامة استنى تليفونك يا حسن قاعد كده ليه يا حاج؟ مستنيك يا حبيبي مش برد عليك كده خش غير وجهي تعالى يا الحسن مالك يا حبيبي تعبان يا حاج مش مبسوط ليه احكي لي انت عارف ابنك يا حاج عمره ما كان بتاع مشاكل ولا عمري اذيت حد ولا جيت على حد انت دايما مربيني على كده من اول يوم بس انا شفت في فرح اهل عسلية النهارده وجع قلبي الناس دي مش شبهنا حاج مش شبهنا والله وعسلية عسلية اللي وعدتها وربطتها بيك شوف يا الحسن في حاجات في الدنيا العقل لازم يسوقها وحكمك عليها لازم يبقى بالتفكير وانت ما شاء الله عقلك يوزن بلد نيجي بقى للي انت فيه دلوقتي لما قلبك يحرن على عقلك تعمل ايه يا الحسن تعمل اللي يمليه عليك ضميرك يا ابني وانت مستريح صعب تعمل الحسن الله يخليك يا ابا بس بسم الله ما شاء الله الواد ايه زي البدر وشكله كده طيب وابن حلال الحسن الحسن ده ملاك نازل من السما بس ربنا يستر يا مميز وتكمل على خير الله ان شاء الله يا اختي تكمل على خير ايه قلقانه من ايه
اصل بقالي فتره كده بحلم احلام غريبه، بصحى من النوم مرعوبه يا ام ميزو. يا شيطان الرجيم، تعالي اقعدي جنبي كده وتدفع الشمال واحكي لي مني شفتي ايه. مرة شفت حد بيقص لي شعري، وشي سناني بتقع، وشي اسود، ده انا ساعات بصحى من النوم مش قادرة اخد نفسي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم كده وتفي على الناحية الشمال. هو معناته ايه ده يا موميزو؟ عندك تفسير للأحلام دي؟ خير ان شاء الله، ربنا يستر. اشربي الشاي، اشربي. انا مش قادره اشرب حاجه، امسكي، انا تعبانه قوي. انا ما تفسحي شويه يا اختي كده، واخده السرير كله يا معروف، احنا تعبانه ما ارتحتش طول النهار، عايزه انام. الله، ما انت واخده نص السرير. الله، حبيبتي الف مبروك، يبارك في عمرك ربنا. عقبالك يا بنت. مبروك يا ست الستات. الله يبارك في عمرك، ربنا يخليك. هو انتوا جايين مع بعض؟ لا، اللي جايين مع بعض، انا قابلته على السلالة. مبروك يا عارف. بارك فيك يا سيدي. الرجالة راشد، صباحين بركة يا حبيبي. تعالى. لا مستعجل. تعالى اشرب حاجة. مستعجل يا جدع. انا مش هعمل حاجة لحد، انا عروسة، خش اعمل لنفسي. اعملي لنا شاي يا تونة. طب جاملني يا اخي، ده النهاردة صباحيتي. صباحيتك عدى عليها 8 سنين وانا انت عارفين. وانت لازم تفكرني. شاي. ايه ده؟ تعالى يا راشد. دي بقت حاجة تانية. تعالى. شفت ابن عمك ذكر ازاي؟ اتظبطت بعد الجواز. هي مين دي اللي اتظبطت بعد الجواز؟ ما انت طول عمرك قامتني. تاخد كم معلقة سكر يا راشد؟ معلقة. لما انت طول عمرك بتاخد اتنين. خليهم معلقة. عقبالك يا راشد، يلا شد حيلك. اللي نفسي فيها مش راضية بيا. ليه يا عم؟ هو في حد يرفض جدع ابن بلد زيك؟ تعالي احضرينا يا فتون، عايزين نحدد ميعاد عشان الحسن وابوي يجوا يقابلوك انت وعلي. مالك محروقه كده ليه يا بنت؟ لا، ما باخدش رايك، الموضوع ده اتكلمنا فيه وخلصنا. نتكلم تاني، اختك الكبيره وجوزها، نتكلم تاني وتالت. طب بصوا بقى، لو ما قابلتوش الحسن وعملتوا معاه اللي المفروض يتعمل، لا اتجوزوا من بره بره. اصل انا مش مزنوقه لحد. قلت ايه يا فتون؟ خلاص خلاص، الأسبوع الجاي. مبسوطة؟ أنا تمام. مبروك علي. الشاي يا راشد. مش هشرب. راشد. سلام. مش هينفع طبعا اللي أنت بتقوليه ده. أيوة، آخر مرة اتكلمت معاكي في الحوار ده، قلت لي تعيديه وتزيدي فيه تاني. يا ست، أنا حر. أنا حر أعمل اللي أنا عايز أعمله. ايه ده، انت بتاخدي كوك؟ كوك؟ يا ريت ابني هو حد لاقي كده. كوك ده انا ما جربتوش غير مره واحده بس، بصراحه بيعمل دماغ عظيمه، بس مش عارفه اعملها تاني. ده بقى تاني دي هروين يعني. بس ده خطر جدا. فكك بقى من الكلام ده. خطر ايه يا ابني؟ انا بقالي اكتر من 4 شهور بضرب، ومفيش اي حد واخد باله من اي حاجه، حتى انتي دي بقى لها 10 سنين والست تمام، هي مفيش اي حاجه. سلام سلام. انت ده ايه بوجع دماغ لنفسك على ايه؟ ايه ده يا مو؟ هو انت كمان بتعمل كده؟ دماغ حلو قوي، غير الهاش خالص. جرب لو ما عجبكش فاكس. لا يا جماعه، انا مش هعمل اللي انتوا بتعملوه ده. ده ممكن بيتاخد انجكشن صح؟ ويبوظ شكل بقى جسمي وشكل الجلد ومكان الحقن. لا لا لا، ولو جربت انا مش هبطل الجو ده. يوغتي، ايه ده اللي بيتاخد انجكشن؟ يا ابني فكك بقى من الكلام بتاع التوك شوز وما تعرفش تبطل والهري ده. انت ممكن حتى لغايه بعد التالت مره تبطل عادي على فكره لو انت عايز. وبعدين انجكشن والحاجات دي ده الشغل بتاع عيال البيئه اللي مش عارفين يجيبوا النظيف والبيور اللي احنا بناخده. اللي احنا بناخده ده بقى هو البيور. انا معايا 20000 واخر زواج و22. الله اكبر. وانا معايا 3 يبقوا 26. 26 يبقوا 25. 25. وانا مالي ومال فلوسك؟ انا وانت واحد يا ابو علي. انا وانت واحد يا ابو علي؟ لا مش انا وانت واحد يا ابو علي، كل حاجه الا الحكايه دي.
يو كل حاجة قفش، كل حاجة قفش. خدي هنا، رايحة فين؟ أنا رايحة بتوعي. رايحة؟ طب بعد الجواز مفيش شغل كمان على فكرة؟ لا والله لا، أنا هشتغل ومش هسيب الشغل. مش هتشتغل؟ لا هشتغل، أنا بشتغل من وأنا صغيرة ومش هيحصل. طب أنت عارفة أنا مش هتشتغلي ليه؟ ما يهمنيش، قعدني يا بنت عشان بغير عليكي. طب مش كنت تقول كده من بدري؟ يا سلام، فرقت يعني؟ اه طبعا تختلف بزياده يعني. تختلف بزياده يعني. المهم نرجع لمرجعنا. هنجيب ب 8000 جنيه شبكه، ونجيب شويه اجهزه، ونظبط اوضه النوم، ونروق الشقه والدنيا تبقى. 8000 جنيه شبكه ليه؟ ده كتير طبعا. هما دبلة وبيشتروا سلسلة صيني وبس. هو كان حد يعني هيبص على ختم الذهب؟ يا بنتي ده انت تستاهلي وزنك ده، ما تلبسي دهب زي بقية الناس. بص يا حسن، انت لما تروح عند علي وفتون البيت لا تقول هنجيب شبكة بكام ولا عفش بكام، تيجي انت وابوك تشربوا الشربات ونقرا الفاتحة وزغروتين وخلصنا. ماشي؟ عايزة حاجة تاني؟ عايزة كولا. عايزة كولا؟ حاضر. ايه كمان؟ عايزة نتجوز بسرعة يا حسن، عايزة ابقى جنبك. يا لهوي يوبا. طب يلا عشان اروحك. ماشي يلا بينا. علي نفسي اخرج معي. حضر لك الخير يا اخويا. هو انتوا لسه ما جهزتوش؟ ده حسن كلمني وقال لي انه زمانه على وصول هو وابوه. الدنيا ما طلعتش يا عسليه. هكمل السيجاره واقوم. براحتك يا حبيبي. براحته ايه؟ هو انت لسه هتاكلي وتاكلي؟ ما تقومي تجهزي، ما تقومي يا علي. خد يا اخويا. خد. مال؟ حاضر. جرى ايه؟ في ايه؟ مالك باين عليكي قوي. اللي هو انك واقعه في غرام حبيب القلب ومش صربعه. الصربعه الحلال يا فتونه. تبنا الى الله. اللهم صل على النبي. يا رب يدوم، ويا رب الليله دي تعدي على خير ومحدش فيكم يقول كلمه تبوظ القعده. بصي بقى يا اختي، اصل انا من ساعه ما شربت السيجاره دي وانا في حاجه في دماغي بتدور كده. سؤال نفسي اسألهولك، هو انت هتروحي تعيشي مع ابو حبيب القلب وتشتغلي خدامه؟ يعني لا هتشتغلي ولا هتروحي ولا هتيجي، خدامه من ابو بلاش يعني. انا اي حاجه هتحصل لي يا فتون احسن لي من قعدتي معاك انت وجوزك والناس اللي خارجه داخله عليكوا كل يوم. لا بصراحه متربيه. أنا هخش أجهز، ووعي أي كلمة تبوظ القعدة. مساء عوض. مساء معلم، فين راشد؟ راشد قال بوزه علينا كلنا عشان بنت فتحتها النهاردة. لا ربنا. وربنا خش له. ولو العصفورة اتقلت منك يا حلو. خشوا ليه جوه لما اطلع عوارك؟ راشد. ده بجد؟ ليه ضرب الغباوة ده بس يا صاحبي؟ راش الكلام صحيح. قوم يا راش، مفيش نتايه تستاهل وربنا. عسليه تستاهل يا عم؟ مش شايفاني اصلا وعاجبها الواد الملزق ده. قوم يا راشد. قوم يا راشد، خلاص البيت فتحتها بتتقري ولا كلها بتتكلم. قوم سيبنا ونش دلوقتي بقى وامشي. انا قلبي عليك يا صاحبي. قوم يا راشد. سيبنا ونش دلوقتي. خلي عينك عليها. تمام. ولا الضالين. آمين. آمين. ألف مبروك يا أولاد. ربنا يبارك فيك يا عم جميل. آمين. إيه؟ هتتجوز إمتى؟ ولا السؤال ده ماليش حق أتكلم فيه؟ لا ليك فيه، اسأل براحتك يا علي. إن شاء الله معالي شهرين والشقة تبقى زي الفل.
تنزل العروسه تجيب اوضه نومها زي ما هي عايزه. كده كده على السخن. وانت موافقه يا اختي باللي بيقوله ده؟ انت بتساليها؟ تلاقيها هي اللي عايزه كده اساسا. وماله؟ خير البر عاجله، واحنا عايزين ايه غير سعادتهم وهناهم؟ وانا حاجه مطبخي كلها جاهزه زي ما قلت لك يا الحسن. وانا هجيب نص نقل ونشيل كل حاجه مره واحده، بس نخلص بعد الشقه. مش هتزغرتي يا فتون؟ لا 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 راح فين بس يا راشد؟ عشان بلبعلك شريتين احمر وازرق الله يخرب بيتك. احمد ربنا يا جدع ان انت لسه واقف على رجلك. بس اطلع وراك يا راح فين بس يا راشد؟ على وسخ. ايه انت بتعمل ايه هنا؟ يلا يا عم راشد يلا يا عم من هنا لعورك. انت طف تحب هنا يلا ده حاره وسخه صحيح. بص جوه يا بص جوه. يا مساء فوكس صاحبي الكبير. ازيك يا علي؟ سيد المعلمين. اتفضل. 7000 جنيه عايز كرتونه اصرفها والباقي عندي. هتبقي سبعه يا علي؟ كتير. حبيبك عريس يا معلم، تقول له لا؟ ماشي. زلطه عمر يا معلم، تعالى هات كرتونه سبعات من اللي جوه. ماشي يا معلم. تشكر يا معلم. ارفع الغطا اللي على القعده وخد وجبك. يدوم كيفك يا معلم. الدنيا لبش بره يا علي، اقعد لما الدنيا تضل. لبش ايه يا علي روي؟ سلام يا روي. سلام يا علي. ايه ده؟ انت جايب ايه؟ أوه. شوكولات. لا عسل. ايه دي اختك؟ ده الشغل يا حبيبتي. حشيش. ما انا قلت لك شوكولات. نقطع منه نبيعه نشرب منه وننبسط. بس ده كتير، هنبيعه لمين؟ فين؟ ما تخافيش، ما فيش اكتر من حشاشين في البلد. زي ما انت. ايه يا ابني ده كله؟ مش لما التاجر تتاجر على قدك هتوهم.
لو سمحت مكتب وكيل النيابه من هنا قدام على الشمال. يلا اخويا انا لسه كان شاد يفدوني. ايوه يا اختي ايوه ودك ازاي يفدوني؟ الله يلعن اليوم اللي عرفناك فيه. ما تخافيش انا قلت الحاجات دي كلها بتاعتي. اختك طالعه راشد فين؟ ما بيردش على تليفونه من الصبح. تلاقيه عارف اللي حصل لك فقال لك اخلع اخلع كلب شاد يفدوني. يا لهوي يفدوني يا لهوي. استنيني يا اختي. استناكي يا اختي. اروح فين؟ اوعى تمشي. يا عسليه الحقني يا راشد فتونه علي في النيابه. ايه شفت اللي حصل يا معلم؟ شفت يا اخوي. علي راح بيقول للحكومه ساعه ما اتمسك ان البضاعه خارجه من عندي. امال ايه الحكومه جت لي ليه؟ ايوه التليفون اللي جالنا خلاها ننضف المطرح كنا زماننا اتلطينا. ماشي. ده راشد يا معلم. ماله شهر؟ افتح يا فوكس. حاضر يا معلم. بص يا زلط حاجه. يا ابو هناء يا ابو هناء بتسلم معانا يا ابو هناء؟ ما حصلش. اهدى كده وافهم الاول. اقعد يا راشد. عليه تقبض على ايه؟ نصيبه كده. الله ابن عمك قال للحكومه ان البضاعه خارجه من عندي يبقى انا اللي ليا حق يا راشد. حق ايه؟ انا جاي لك في مصاريف ومحامي مش ده الراجل بتاعك. مصاريف ومحامي ايه؟ لا 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 ده كلام فارغ. ابن عمك باعني اشتريها انا؟ الشغلانة بتاعتنا دي يا راشد محتاجة راجل. وابن عمك طلع عجلة. تمام. اقعد يا وينش. خد على خطه. سلامة خطو. برضو قفل تليفونك يا حسن. يا عسلية هما فين؟ انت اللي كنت فين؟ وانا لازم يعني اكلمك 70 مرة عشان تيجي؟ عجبك اللي علي عمله فينا؟ يرضي مين ده يا راشد؟ ماشي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اختي فتون علي عامله هو. قررنا نحن خالد عبد المنعم رئيس نيابه بولاء اخلاء سبيل فتون سعيد من سرايا النيابه ما لم تكن مطلوبه على ذمه قضايا اخرى، كما قررنا استمرار حبس المتهم علي اسماعيل شلبي الشهيب روي 4 أيام على ذمه تحقيقات على ان يراعى التجديد في المعاد. يا اختي بس من الاسم. كنت فين يا راشد؟ كنت عند ابو هناء بعد ما انت اتمسكت. الحكومه كبست عليه ما لقتش عنده حاجه. ابو هناء؟ ابو هناء ده اللي فتش عليه في المحضر هيضيعني الراجل. يا ستي مش هو اللي وصل له انك قلت في الاسم ان الحاجه من عنده. قلت ولا ما قلتش؟ يلا انت هتوطر. حاضر روح معاه الاسم. يلا وروحها. حاضر روحها. خلي بالك من نفسك يا اخويا. ساعه واجي لك الاسم.
انت ماشيه ليه يا بنت؟ عندي مشوار ضروري هعمله واجي لك على طول. همشي معاك اهو، همشي معاك. استهدي بالله يا عم جميل واحتسبوا عند ربنا في الجنة. محتسب مين؟ والحسن فين؟ الله يرحمه، الله يرحمه يا بنتي. هو خطيبك؟ الله يرحمه، بس الحسن فين؟ لا اله الا الله، وحيد الله. بس الحسن فين؟ انت ماشي في نفسك كده. الحسن فين يا عم جميل؟ قتلوه ورموه تحت الكوبري يا عسلي. خارجه. يعني رايحه فين؟ رجلي نملت، قلت انزل مشيهم شويه. بالمنظر ده واللبس اللي عليكي ده، فين الروج الموف؟ صدقني ما عندكيش دم، انت مش حاسه باللي احنا فيه؟ ما تردي عليا انا بكلمك. انت عايزه مني ايه يا عسليه؟ عايزه اعرف انت رايحه فين كده؟ راح اجيب نيله فلوس من غنوه. هي غنوه يتحط لها المكياج ده كله؟ يتحط لها مكياج. بكره معاد زياره علي، عايزه اجيب له حاجات كتير، وعايزه ادفع عربون المحامي، وبعدين التلاجه اللي بتلقه جوه دي فاضيه. هناكل ايه؟ هناكل انا وانتي طوب ولا هناكل بعض؟ انا من بكره هنزل الشغل، اقعدي انتي يا فتون. شغل؟ ما هو كله شغل. طب يا اختي لما تنزلي الشغل ويبقى معاكي فلوس ابقي قوليلي. سابني ومشي يا عسلية، سابني لوحدي ومشي يا عسلية. الله يرحمه يا رب، سابنا كلنا. سابني ومشي يا عسلية. أنا كنت متأكد إن أنا حموت قبل منه، بس أمر الله، أمر الله.
وسابني لوحدي. مش عاوز اكمل في الدنيا من غيره يا عسل. مش في ايدينا، يا ريته كان بايدينا يابا. الحسن ده كان احلى حاجه حصلت لي في حياتي كلها. مش عايز حاجه اعملها لك يابا. كتر خيرك. هتعملي لي ايه يا بنتي؟ هو اللي كان بيعمل لي كل حاجه، ياكلني ويشربني ويلبسني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اعتبرني اتجوزته زي ما انا حاسبه نفسي، والله اللي عمل لك كل اللي انت عايزه. كتر خيرك يا بنت. لا بالحق يا ابو، مفيش حاجه عن اللي عمله العمله السودا دي. مفيش يا بنتي، بيقولوا قتلوه علشان موبايل بألف جنيه، منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل. سابني ومشي، سابني لوحدي، سابني لوحدي. الله يرحمك يا حسن. سابني ومشي، ابني حبيبي سابني ومشي. الله يرحمك. لا مش نفسك كده يا ولد. لا حامس. لا وايه، وهو اسلم ما رضيش وقال له ربنا لو جه هيموته في حته ولا حاجه. خدها الباب البارع على قصر الشريعه. انا والله يا صاحبي الحق صاحبك، شوف ركب العربيه مع مين، وبعدين اللي معاه محسن ما. الله 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 الله، الواد الفرفور ده. ايه يا عم السين؟ تخبطني ليه يا سين؟ وانا كنت جيت جنبك يا عم انت. لا خبطتني. ما خبطتكش. خبطتني والله. وعورتني. طب بس حاسب المطوه دي انا ما جيتش جنبك. نازل ايدك يا. طيب 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 خلاص اهدى بس. طب اهدى بس. اهدى. طيب ايه البنت اللي كانت جنبك دي؟ انا ما كانش جنب بنات. اسال السؤال مره كمان، عيال حرام من دي لو ما ردتش عليا العوره. مين اللي جنبك يا؟ اقول لك دي بنت شاطر جايبها من الدقه، والله العظيم هي اللي جايباني هنا، هي اللي جابتني والله العظيم. طب انت رياض. حاضر حاضر. لو شفتك تاني بقول لا، عيال حرام ازعلها. حاضر هزعلها. حاضر يلا سي اخلع ده فخر من هنا يا واد. اخلع يا واد، اطلع على كويس انك جيتي عشان تاكلي معايا. انت عايزه تتمسكي اداب صح؟ عشان فضيحتنا تبقى بجلاجل. جرى يا بنت؟ قطع لسانك. انت نسيتي ان اختك الكبيره ولا ايه؟ انا كنت عند غنوه وسالتها في قرشين وادتني 1000 جنيه. انت ليه دايما بتظني فيا السواب؟ يلا يا حبيبتي قولي معايا، ده انا مش جايبه اي اكل، ده انا جايبه لحمه يا بنت. قولي ان شاء الله ما اكلتي. النبي تقولي يا استاذ الحكايه دي هترسى على ايه؟ انا شاطر قوي يعني انك سمعتني يعني. يا نهار اسود، لو شيخ المحامين ما جيبش اقل من كده. ده اعتراف. انا باخد 6000 جنيه وعشانك علي هاخد 4 بس. ماشي ماشي، هما يومين هديك نص الفلوس، بس انت امشي في شغلك زي ما انت. احنا هنتكلم في انها اول سابت مخدرات وانه اتضحك عليه، غير كده مفيش. هات عليا يا فطور، ما ظبطتش معايا. تبقى زي الفل. ان شاء الله. ان شاء الله. قول يا اخوي.
عايز اعيش معاك. ايه عايش معاك؟ كنت عايزك تبقي حلالي. ايه؟ ايه بس كنت علامة الرضا ولا ايه؟ هنجيب ب8000 جنيه شبكة، هنجيب شوية أجهزة، ونظبط أوضة النوم، ونروق الشقة والدنيا تبقى تمام. راشد. مين؟ أنا ونش. عايز يا ونش دواتو؟ عايزك. إيه في إيه؟ مؤاخذة. ولا يهمك. مرات عالية. فتون؟ اه. مال؟ صباح الفل يا معلم راشد. صباح الفل يا صقر. اشتري منه. ماشي، هو في ايه؟ امبارح بالليل كنت راجع انا والواد صقر واسلام. اه. شفتها نازلة على أول المنطقة من عربية فخمة. سبتها. دخلت على الواد ثبته، كان هتسير مية، عيل فرفور. سألته تعرفها منين يا؟ قال لي إن هي اللي شقطتها. هي اللي شقطته؟ طلعت شقطة يا راشد. الكلام ده كان امتى؟ بالليل. هو اللي ايه؟ خلاص خلاص، روح انت. هتعمل ايه؟ خلاص يا عم هتصرف، تشكر يا ونش. انت ترمخ يعني الموضوع واسكت ولا ايه؟ يا سيدي مفيش حاجة يا ونش، خلاص أنا هتصرف. ماشي يا صاحبي. تشكر. فين ياد الولاعة الشمال؟ صاحبها خضرا. نهارك اسود يا فتون. أنا هطربقها فوق دماغ اللي جابوك. قطع لسانك ولساني. أنت اتخملت يا راشد ولا ايه؟ ده بدل ما تاخد لي حقي وتاخده جوزين اقلام، كل اللي همك كنت فين ومع مين وبتعملي ايه؟ هي دي الامانه اللي سابها لك علي؟ هو ايه؟ خدوهم بالصوت، الواد قال لي انك شقط. شقط؟ طب عليا النعمه من نعمه ربي، اذا زودت كلمه كمان لبش بشبي ده انزل على دماغك اقطعك حتت. الله، قلت لك اني كنت مع فتحي ابن خالد غنوه صاحبتي، كنا في كافي في الدوق استريح غور بقى من وش لحسن انا مش طايقاه. بقول لك ايه يا حلوه؟ عندك تبنا الى الله يا اخوي، ربنا يديمها عليك نعمه. انا بقيت ست متجوزه وما يصحش حد يدخل اوضتي. طب شوف يا ست متجوزه، علي جوزك محبوس، يعني انت واختك امانه في رقبتي، اعرف رايحين فين وجايين منين. ثم تعالي هنا، انت جبتي فلوس المحامي منين؟ استلفته. فتون، هو في حد بيسلف 3000 جنيه دلوقتي؟ ولما انت عامل لي ذكر قوي كده ما كنت دفعت انت المحامي. انا عارف اني مش هاخد منك حق ولا باطل. وانت اساسا مالكش حق عندي. طب هي كلمه مالهاش تاني يا فتون، لو عرفت انك ماشي قوي تاني مش هيحصل كويس. بتهددني يا راشد؟ اه بهددك، شرف ابن عمي يسوى الدم. عشان هي اختك مبسوطه بيك ودي هتبقى مراتي، وده اخر الكلام. سلام. غرف داهيه جتك القرف. مش عايز اسمع ولا كلمه، أنا مش ناقصاكي. يعني أشوفك رايحة في داهية يا فتون وأسكت ما تكلمش؟ يعني على أبو ده بيت. لا يا أختي اتكلمي، وماله؟ أدبيني. قولي الكلمتين اللي واقفين جوا زورك. يا فتون اسمعي كلامي ولمي الدور. راشد شراني وما بيرميش كلام في الهوا. وبعدين عنده حق، أنت مرات ابن عمه. وحياة أبوكي. راشد عنده حق. راشد بقى سيد الرجالة دلوقتي وجاي على هواكي. الله، مش انت اللي جايبه لنا البلوة دي لحد عندنا بجوازك من راي الكلب؟ يا فتون ابوس ايدك، خلينا نعيش يومين زي الناس بدل الفضايح والمصايب اللي احنا فيها دي. المرة اللي اسمها فتون دي واكلة دماغي، هعبل عليها. اوعى انت تعمل كده، راشد لو عارف هيزعلك. صورتها وهي بتتشقلط. بس لو هنقلة وهي لحواسة كده، طب ما انا اقول لك.
أولياء. وقلت الراشد كمان على كل اللي بتعمله. انت جننت يا بنت قطر. طب اوعى بقى تتزنق في المزلقه. صحيح راشد عايز شغل منك على الذمه بس هو مقشفر. اه ماشي بس بلغه ان اللي موجود الحلو. ملوش في الحلو. فهمه بس ان ده اللي موجود وزباينها عندي ولو محتاج هيجي. انا عايزه يجي يا بابا. اشمعنى؟ فتون. يا تفوق لنفسك يا ما تأذيش نفسك. اتجننت. على فين يا ستات؟ رايحه بطوبر. وانت رجعتي الشغل تاني؟ اه رجعت الشغل. رحتي لعلي طمنتي عليه؟ اسكتي يا اختي. خد 45 استمرار حبس. طب بقول لك ايه؟ انا عايز اتكلم معاك كلمتين قبل ما تروح الشغل. بعدين يا راشد لما برجع. ما تسيبها تروح شغلها وبعدين تبقى ترجع تتكلم معاك بالليل. مالكش فيه يا فتون. ونعمة عندك حق. ماليش فيه. دي بقت حاجه تقرف. شايفه عمايل اختك؟ شايفه يا راشد وقلت لها تسمع كلامك وتتلم. ربنا يكملك بعقلك يا ست الستات. طب بقول لك ايه؟ هم كلمتين. كلمتين بس وبعد كده اعمل اللي انت عايزاه. انا مش شكلك يعني. هم كلمتين والله وبس. ماشي انا اشوف الكلمتين اللي عايز تقولهم لي دول. انت محلقه النهارده يعني؟ طب وايه الجديد يعني؟ ما انا عارفه من زمان انك عايز تتجوز. مش بقول لك قريني غلط تعالي بس نقعد. عايز اتجوزك تخافيش. عايز اتجوزك حاجه وبحبك وعايز اتجوزك حاجه تانيه تفرق. بس انا دلوقتي مش فاضيه للكلام ده. انا يا دوب افوق من اللي انا فيه. يا ستي لو على المصاريف انا مستعد اصرف عليك انت واختك. وقلت لك الكلام ده قبل كده حصل؟ اه حصل بس انا مش موافقه انك تصرف عليا. يا ستي انت غاويه مرمطه في الشغل. ما انا بصراحه يا راشد انا ما اعرفش انت بتجيب فلوسك منين. وبعدين شغل النصب والحنجله ده ما ينفعش اسند عليه. فاهمني يا راشد؟ فاهمك. طب لو قلت لك عسليه والله العظيم ثلاثه ربنا تاب عليا خلاص اتعرفت على واحد غني جدا وهيشغلني عنده سواق. مش انت عارفه ان انا معايا رخصه؟ كنت شغال على عربيه ابو ناهد. يا عسليه يا عسليه انت اغلى حاجه عندي في الدنيا وانا مستني اشاره بس منك وانت اللي سايقه. لو لقيتيني رحت كده ولا كده قولي لي مع السلامه. فكري انت بس وقلبيها في دماغك. الجو حلو صح؟ ينفع كده عنك يا ملك؟ مفيش. ازيك؟ ازيك؟ طب بقول لك ايه؟ ما تيجي اوصل ولا اقول لك البيت هنا شربك كوبايه شاي وسجاره سنه. جرى لك ايه يا ولاد؟ الله انت اتخبلت شارب ايه على الصبح مبرجله؟ صباح الله. ده انا بقول لك بيت يعني سترة مش عربية. علي النعمة من نعمة ربي إذا ما تلميت لفرج عليك بولقة تمن. الله أفتو وأنا غلطت ولا إيه؟ يا بنت ده أنا أولى من الغريب. تصدق أه وأنت كمان أولى من الغريب. تاخد الشبشب ده. أوعى الشبشب يا بنت. يا زبالة بتاعت العربيات يا شاطر. رأيك ده انت كنت بتشتغل دلدول عند علي جوز. اغسلي ايدك يا بت. لا ما انا مش عارف عرايل ببلاش. يا انا يا انتي والسكك تجمعنا. وحياة العصيف دول وما يكونوش على مرض. نوريك. بعد كده من ايدك على واحد ست يا وانت. خش يا حاج روح بيتك. ما تبصش يا ده امشي. خلي بالك على روحك يا ابنور. هنتقابل. الله. ازيك يا راشد؟ عشان بحبك هعمل معاك الصح. دول بالاجل كده يبقوا 5000 جنيه. تمام. ده بقى تبيعوا تذاكر بتمانية تمانية ونص. ايوه يعني بيبقى عامل ازاي يعني؟ تذكرة يعني نص جرام جرام الا ربع حاجة كده تكيف اتنين. ماشي تمام. بتبقى زي كده. دي تباعها ب 120 جنيه بالتليفون تلف وتدور ما تثبتش مطرح
عشان الحلوه ريحتها بتطلع بسرعه. طب انا الواد ونش كان قال لي ان انت هتدلني على سكه زباين. اه في بنت اسمها منه بقالها يومين موحوحه على خط، هكلمها لك تقابلها بعد ساعه زمن، ويمكن تاخد منك نص الكميه كلها. لا لو كده بقى يبقى على بركه الله. منى ها انت تعرفي الديلر ده؟ اول مره اتعامل معاه بس امان يعني ابو هناء هو اللي مديني رقم. اوكي استنى هو بيتصل. ايوه لا انا مستنياك نفس الحته اللي احنا اتفقنا عليها. اه عربيه باجيرو لونها سلفي. فضي فضي يعني. فين ده؟ انا مش شايفه. شفتك شفتك. يلا تعال. سلام. جايه امان يا منى. فيها كريم قلت لك امان بقى ما تقلقش. شكله غريب قوي بدوي. شكله غريب ايه؟ في ايه يا عم؟ صباحو يا راشد. اه ماشي. صباح الفل. صباح الفل. بتحرك مننا عشان الدنيا قلق. قلق. صدقي كان عايز ياخدني معاه الشقة المعفن صوت الرجالة. يا نهار اسود. نبيه طب نعزل بقى من الحتة المعفنة دي ونقفل الباب ده خالص. اه يا فتون زي ما بقولك كده نمشي من هنا. انا اخلي الصرصار ده يخليني اسيب بيتي؟ اسكتي اسكتي. هو زي ما اتطول عليكي مرة هيتطول تاني وتالت. نجري على حد يجيب رقبته. يا لهوي يا لهوي اروح منك فين بس يا فتون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالى يا راشد شوف البلوى اللي احنا فيها. في ايه؟ وينش لطش فتون بالقلم في الشارع. نهار ابوه اسود. وينش مين؟ وينش بتاعنا انت متاكده؟ اه وكان عايز يسحبها على البيت كمان. وبتقول ان لسانه كان تقيل وعينيه زايغه، شكله كان مبرشم. هو طلع لها كده من باب للتاء ولطشة؟ مستحيل. اهو النعمة الشريفة ضربني بالقلم. ايوه انا هكذب يعني. عيني عليا. ما انا جوزي في السجن ما عنديش راجل. ما الواد مصورك كنت نازلة من العربية يا فتون. هي قصة. ما قلت لك ابن خال الغنوة صاحبتي. الله. انت عايز مني ايه يا راجل؟ نتفق. على ايه؟ أنا دلوقتي لو نزلت قدام الحارة كلها وقلت البيت ده يخصني، هيقولي لي بأمارة ايه؟ بأمارة ايه يعني ايه؟ بأمارة انك ابن عم جوزي اللي في السجن. هو في أمارة أكتر من كده؟ ما هو راشد برضه عنده حق يا فتون، أنت لازم تلمي نفسك شوية، بدل ما كلب تاني يتطول عليكي زي ما ونش عمل. الله الله الله. ده أنتوا بقيتوا زي العصافير أهو. بتغنوا وتردوا على بعض. هي كلمة ملهاش تاني. عسلية من دلوقتي تبقى خطيبتي ورسمي، وبعد كده نبقى نتفق على الجواز، ساعتها لا حد هيقرب لكم ولا حد هيتعرض لكم. حيلك حيلك، أنت جاي تصطاد في المية العكرة؟ هو ده وقته؟ هو ده وقته. أيوه يا أختي، هو في وقت أحسن من كده؟ أنا موافق بس بشرط. شروطي. تاخد لي حقي من الواد ده. وانش خلاص اتذبح. الشبكة هتبقى هتضايق عشان محدش من الناس ياكل وشنا. وسواء علي اتحبس او خرج بعد كده نبقى نتجوز. جرايم انك ليها. هو انتوا خلاص شبكتوني وجوزتوني وانا قاعده كده بتفرج عليكم؟ مفيش حاجه هتحصل الا بمزاجك. انا هنزل اربي الكلب ده. استنى يا راشد. ما تستناش يا راشد. يعني يموت الواد. تعالى يا راشد. يموته يا اختي ولا يوديه في 60 داهيه. هو كان ابن خالتنا. ولا لا سرق المكنه بتاعته. انت عارف ان هو بيركب مكنه شرطه؟ تنطط على حريم علي رؤية يا ابن الكازمة؟ تضربني عشان البنت دي يا راشد؟ تعالى وحياة راشد لو جبت سيرة أهل بيت علي تاني اللي هم أهل بيتي دلوقتي هقطع لك لسانك والكلام للكل. أنت فاكرني بهدتك يا؟ أنت عارف أنا ما قطعتش سيادتك ليه؟ عشان العش والملح وعشان أنت كنت مبرشم ساعتها. كفاية عليك كده. اللي جاية مش هتبقى في وشك. سامعين؟
ولا ليلة ولا يوم. كابوس تاني يا عسلية. طب خدي يا اختي، خدي يا حبيبتي شوية المية دول. طب بقول لك ايه، ما تقومي تلبسي عشان نلحق المسكي بالليل. نبقى ننزل بالليل. ما ينفعش، احنا لازم نروح ونرجع قبل ما راشد يجيب الصنايعية. عندي مشوار مهم لازم اعمله الاول. وايه بقى ده المشوار المهم اللي اهم من انك تجيبي حاجتك؟ يا بنت ردي عليا. هما ساعتين، ساعتين هروحهم بعدين. خديني مطرح ما انت عايزه. وماله يا اختي، لو مشوار مهم اجي معاكي. يا بنت ردي عليا عبرين، روحي مطرح ما انت عايزه يا ربتين. اتفضل يا باشا. هنا اتفضل يا ست هانم. ايوه يا راشد، يا مظبطنا. واو. اه بقول لكم ايه، انا قدم لي بتاع 10 15 يوم كده، فلو عايزين حاجه انا بعمل نفسي بزياده. ايه ده، انت مسافر ولا ايه؟ لا بقى عندك هتجوز. اوه مبروك يا راشد. الله يبارك فيك يا باشا. خد بقى يا راشد فلوسك اهي. تمام. مش هتعزمنا بقى على الفرح ولا ايه؟ يا سلام، ده انتوا تنوروا بورقه كلها. اي نعم احنا على قد حالنا، بس والله لو جيت اتشرف بيكم. قلت يا كريم باشا. اوكي هنيجي، بس امتى؟ ايوه كده، ايوه كده، والله عايش كلنا وانا في السيما. لا ما انا متاكده. تعالى يا عم جميل، عامله لك شويه ليمون ساقعين هيعجبوك. تسلم ايديك يا عسليه. تصدقي انا من زمان ما شربتش ليمون. بقول لك ايه، هو ايه يا بنتي، محدش بيموت ورا حد. عاوزك تتجوزي وتفرحي. ها مش انت برضو اللي هتتجوزيه ده يبقى قريبك، جارك يعني؟ لا هو قريب علي، جوز اختي اللي اتسجن. ما هي صوابعك مش زي بعضيها، يمكن يطلع احسن منه. ادعي لي يابا، انا خايفه. خايفه من ايه بس؟ مش عارفة، أنا ساعة ما الحسن كان عايز يتجوزني كانت الفرحة مش سايعاني، وكنت عايزة أعرف الخلق كلهم إني فرحانة. خلاص بقى الله يرحمه. والنبي تدعي لي يابا. أدعي لك من قلبي يا بنتي، يبعد عنك كل شر ويهديكي للطيب. اتكلي على الله، ربنا معاكي. كتر خيرك يا بنتي، ربنا معاكي. في وش على حاجه عملتها وانا رافع شريط، يعني حق ربنا المفروض ما اتحاسبش. ده عيب الكلام اللي انت بتقوله ده. الله، الراجل يتحاسب على اي حاجه يعملها حتى لو رافع السم هاني. وانا من جهتي مفيش حاجه في نفسي منك يا ونش. ده من جهتك انت. خلاص بقى. الله راشد عمنا، بوس راسك. الله، اخو الصغير
بس ما كانش ينفع يعني اللي عمله مع اختي المدام يعني كده. ايه الاخبار الحلوه دي؟ من هتجوز عسليه كمان 10 ايام، انتوا معزومين طبعا. طبعا. الف بركه. الله يبارك فيك يا عمنا. مش مبروك. مبروك يا راشد. طيب. انا هروح بقى عندي كذا مشوار كده وابعد عليك عشان نظبط امورنا. وانا مستنيك. سلام يا عمنا. سلام. وربنا ما هسيبه غير لما اغوزه. اتك على الصبر. لما يحتاج يتزق زقه يروح يونس ابن عمه. بس لما يسدد الحساب اللي عليه الاول. انت هنمشي منك يا معلم. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم علي إسماعيل شلبي وشهرته علي روي بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. كنا عارفين يا فتون. 7 سنين هيعدوا هوا. خلي بالك منهم يا راشد. مش كنت انت اللي تخلي بالك منهم؟ ما تقلقش انا خلاص هبقى قاعد معاهم. ازاي هتبقى قاعد معاهم؟ هتجوز عسليه. مبروك يا عسليه يا فتون. فتون خلي بالك من نفسك. علي خد بالك. ما تقطعوش الزياره. راشد عيب عليك. ما تقطعنيش. علي ما تقلقش ما تقلقش. علي حبيبي هيعدوا هوا ان شاء الله. تعالى.